السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من طمل، من عقبة طمل، شاهد الإنجازات والتقدمات. ما شاء الله، الأزرق يخوض المعركة إلى تقدم إن شاء الله وفتح قريب نحو ظهور السداد إن شاء الله عما قريب، ولا نهاية لنا إلا في خميس مطلق إن شاء الله. هذا الدرك الحق، المؤسسة الآن قام يشتغل بعد الظهر الساعة 2:30. وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم وأينما تكونوا. أنا الآن ذهبت إلى أمام الحراثات. طبعا هذه تبة، وقد يكون هذه التبة مغطية على الحرارة، فهذه التبة يعني وخلفه يمكن تنتين تباب مدري كم. ونطلعكم الآن على الظهرة، ظهرة سداد. طبعا هنا أراضي زراعية، وهذه الظهرة. وتحياتي لكم. هذا جرت الحق المؤسسة في طمل، بعد عقبة طمل اتجه نحو ظهرة سداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم وأسعد الله مساءكم جميعا. الآن هذا البوكلين حق البراق المتقدم في المقدمة إلى جهة ظهرة سداد، هذه طبعا التبة. الآن هذا البوكلين ينزل من هذه التبة، والطريق ستعبر على هذه التبة إن شاء الله. الآن الدركتل وقف هوالا، والبوكلين ما زال يعمل في المقدمة. الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدركتل هو خلف هذه التبة. الآن عد باقي هنا تبة، هنا الآن كما تشاهدون عمي هلال هناك، وهذه التبة أول تبة، وهذه الثانية، هذه ثاني تبة، وإن شاء الله أزيد أصور لكم ما بعد هذه التبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الآن قد عدنا إلى عند الحرارة حق المؤسسة. الآن الأزرق يشتغل بنية وبجودة عالية وفي معنوية عالية إن شاء الله نحو ظهر السداد. شاهدوا هذه تبة، وإن شاء الله العمل وماضي على قدم وساق في وتيرة عالية، وإن شاء الله الطريق ممتازة جدا، وهنا رخوة بعد الأمطار وبعد السيول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاهدوا هذه كانت يعني من هنا تعتبر ملف للداخل، خرجت إلى هنا ثم التفت إلى الداخل، والآن الحرارة عادت لتعالج هذه الإشكالية، وكان يبين في انه صعود حاد من هنا، والان بيتعالج ان شاء الله الموت تمام، وعادوا كونوا فتح المسار الان التشطيبات والتوسعة من بعد.